ضيق اياكس امستردام الخناق على متصدر الدوري الهولندي بكرة القدم ايندهوفن اثر الحقي الهزيمة بمضيفه فيلم تيلبورغ باربعة اهداف نظيفة في الجولة 26. تقدم اياكس في شوط المباراة الاول بهدف اركاديوس ملك، فيما اضاف 3 اهداف في الشوط الثاني عن طريق ريتشالدي بازور لاسا شوني ودافي كلاسين. وبهذا الفوز بلغ النقطة 64 متخلفا بنقطة واحدة عن المتصدر ايندهوفن. وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها حقق فينورد روتردام صاحب المركز الثالث فوزا مهما على ضيفه كامبور بثلاثة أهداف لهدف.